الحديث إذن أكثر عن هذه التطورات في غزة والجرائم تزامنا مع التصعيد في الضفة الغربية. نرحب بمشاهدينا الكرام بضيفنا عبر الهاتف من ديترويت الخبير بالشؤون الأمريكية دكتور خالد ترعاني. مرحبا بكم دكتور خالد. حياك الله، تحية لك ولمشاهديك أخي الكريم. حياكم الله دكتور خالد. هل بات من المنطقي لدى الولايات المتحدة أن تستمر هذه الحرب من دون أفق لإنهائها وسط مطالبات وزيري الأمن القومي والمالية بمزيد من التصعيد؟ وهل يعقل ألا تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط يعني على الكيان المحتل لإدخال المساعدات ولو في أقل احتمال؟ نعم، يعني من الواضح أن الولايات المتحدة هي بين مطرقة وسندان، بين تعنت إسرائيلي من جهة وعجز إسرائيلي عن إحداث أي اختراقات في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهذا يعني يضع الولايات المتحدة في حيث بائس، أنها لا تريد لهذه الحرب أن تستمر بسبب الإحراج الذي تسببه للولايات المتحدة مع حلفائها ومع شعوب المنطقة وكل هذه القضايا، بالإضافة إلى الضغط المستمر والواضح خصوصا من حلفاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، حزب الرئيس جو بايدن، والأرقام المتدنية للرئيس جو بايدن والتي يعزو البعض تدني هذه الأرقام باستطلاعات الرأي، لأن الرئيس جو بايدن يعني لم يوفق مع الحزب الديمقراطي في معالجة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. كل هذه ضغوطات على إدارة الرئيس جو بايدن، بنفس الوقت هو لا يريد أن يصطدم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومع نتنياهو بالعلن، وإن كان هناك بعض المؤشرات أن الخلافات بدأت تطفو إلى السطح. الذي يميز هذه الاختلافات هو أنها اختلافات على الأدوات والوسائل وليست اختلافات على الأهداف، بمعنى أن اختلاف جو بايدن وإدارته لا يعني هو تماما مثل اختلاف بيني جانتس في داخل كابينة الحرب الإسرائيلية مع بنيامين نتنياهو، لا يختلف على الأهداف وإنما فقط يختلف على الوسائل والأدوات ووتيرة الإنجاز إن صح التعبير. أيضا نرحب بالدكتور مأمون أبو عامر الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك يا دكتور مأمون. حياكم الله ضيفك رمضان الكريم. وحياكم الله دكتور مأمون. كيف تقيم جلسة مجلس الأمن الدولي هذا اليوم وحجم الغضب في أثناء الكلمات التي وصفت ما يجري حاليا في غزة بأنه كارثة إنسانية يتحمل الاحتلال مسؤولياتها؟ يعني ممكن نتحدث في مجالين، المجال التنفيذي والمجال المعنوي. المجال التنفيذي لا أعتقد أنه مجلس الأمن مهما كانت الكلمات قوية يساوي شيء يعني. لا مشكلة، نعم. فالمحصلة صفرية في هذا المجال، ولا سيما أن فيتو أمريكي يعطل كل الإجراءات. لكن الحديث ما الذي دار في مجلس الأمن وما قدمه مكتبة الأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط ومندوب وممثل أطباء بلا حدود من واقع معيشي ودور الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم وموقف، هذا مهم جدا على الصعيد المعرفي في الشارع العام وفي كشف الحقيقة وفضح الموقف الأمريكي، لأنها هي التي تقف وراء هذه الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. هذا جانب. جانب آخر، الجانب المبدئي، لأول مرة الصين تعود إلى لغتها القديمة التي كانت تتبنى، يعني هذه ما قبل التسعين، التي كانت تتبنى الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية، وهذه انفراجها يعني تعودنا إلى 30 عام للوراء. الموقف الصيني كان يعني قبل عام 90 كان يميل الى الموقف الداعم للقضيه الفلسطينيه، لكنه بعد عام 90 بدا يحدث تحولات نوعيه في الموقف الصيني وقفزات لصالح اسرائيل.
لكن أن تعلن الصين هذه المرة أن إسرائيل ليس لها الحق للدفاع عن النفس وأنها دولة محتلة ويقوض شرعيتها من دولة الآن تعد هي ثاني أكبر قوة في العالم بحسب المعايير القوة. ولذلك نحن أمام يعني أمام تحول مهم جدا في هذا الأمر، لكننا لم نتمكن لحتى اللحظة من الحصول على يعني ما يمكن الحديث فيه إنه موقف عملي يمكن أن يترجم إلى قرار في مجلس الأمن ويحد من تغول الأمريكي وتفرده في إدارة مجلس الأمن وتعطيل الإرادة الدولية يعني. ولذلك هذا الموقف ربما يشير الشيء إلى ممكن أن يتحول هذا الصوت الأصوات في مجلس الأمن إلى تحول إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة والذهاب إلى قرار تحالف من أجل السلام والحصول على ثلثي أعضاء مجلس الهيئة العامة للأمم المتحدة بصيغة تساوي صيغة صيغة الإلزامية تساوي صيغة قرار مجلس الأمن. نعم. لكن يبقى هناك فجوة من سينفذ هذا القرار، وهذا طبعا تحديات ليست سهلة. طيب أيضا دكتور خالد، هل تغيرت بالفعل بحسب رأيك الرؤية الأمريكية لنقل بالنسبة للدولة الفلسطينية مع أهمال هذا الاعتراف لمدة سنوات، وأيضا الدلالات التي تمثلها الضفة للاحتلال على مستوى هذا الاستيطان الصهيوني؟ نعم، يعني أنا لا أريد أن أفرح كثيرا بهذه الدعوة الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية لسببين. الأول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضح يعني ماذا يعني بدولة فلسطينية، دولة منزوعة الأنياب والمخالب، منزوعة الدسم، ليس لها أي سيادة لا على الأرض ولا على البحر ولا على الجو، قابلة لأن تنتهك من قبل أصغر وأقل جندي إسرائيلي. نعم، يعني هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى أيضا أنا أعتقد أن هذا العشق الجديد للولايات المتحدة بفكرة الدولتين ودولة فلسطينية، أنا برأيي منبعه هو من الأزمة الوجودية التي خلقتها هذه الحرب على غزة، لأن السردية الإسرائيلية ولأول مرة لم تعد على ثقة من استمرار هذه الدولة الإسرائيلية بالبقاء. الذي تراه هو أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر تم تدميرها حقيقيا، لأول مرة يكون هناك المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة هجومية وتستمر لهذا الوقت ويكون فيها انتصار للمقاومة وعدم قدرة للاحتلال الإسرائيلي على هزيمة المقاومة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن حتى في ضمائر مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلية أعتقد أن فكرة دولتهم وهذه السردية التي تغذوا عليها أطفالا وشبابا وكل هذه القضايا، أنا برأيي أنها قد تبخرت وتحطمت على صخرة المقاومة، فصار في قلق داخلي عند صناع السياسة الإسرائيليين خصوصا من اليمين واليسار، يعني من الوسط عفوا واليسار، ويعتقدوا بأن الدولة غير قابلة للبقاء. لذلك أعتقد أن هذا الدفع باتجاه الدولة الفلسطينية هي لتثبيت أن هناك دولة إسرائيلية قابلة لأن تستمر في وجه المقاومة الفلسطينية. فليست برأيي ليست دعوة عادلة وليست أو دعوة صادقة، قصدت أن أقول هي ليست دعوة صادقة وليس منبعها هو الرغبة بأن يتوقف القتل والإجرام. يعني قبل أن تنادي بدولة فلسطينية أليس من الأولى أن تنادي بوقف قتل الفلسطينيين على سبيل المثال؟ هل الأولوية للشعب الفلسطيني الآن هو الدولة وهذا الدفع باتجاه الدولة، أم أن الأولوية للشعب الفلسطيني هو أن تتوقف الإبادة الجماعية؟ لو أن الولايات المتحدة صادقة بالدعوة لدولة فلسطينية، لماذا تقاوم في محكمة العدل الدولية أن يكون هناك انسحاب أو فرض انسحاب على قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة؟ أنا برأيي أن الولايات المتحدة
تريد أن تخدع العالم، لا تخدع الفلسطينيين ولا تخدع المحبين لفلسطين نعم والمؤمنين دكتور بالحق خالد، الفلسطيني، ولكنها تخدع بقية العالم. بذكر المقاومة دكتور مامون، ما أهمية عملية القدس هذا اليوم، وإلى أي مدى تمثل الصدمة للاحتلال الذي يريد منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المقبل المبارك؟ ممكن أعقب على ما تفضل. نعم تفضل خالد. هو يعني هو يتحدث بحقيقة الوضع، لكن أضيف أيضا أمر آخر، أقول أنه ربما يكون إعلان الدولة في ظل أن الإدارة الأمنية تدعي أنها تدعو إسرائيل لإدخال الطعام إلى غزة وقت العدوان، هي كأنها وفي نفس الوقت إسرائيل لا تنفذ، كأنها تضع السيف على رقاب الفلسطينيين، إما أن تموتوا جوعا وإما تموتوا ذبحا أو تقبلوا بهذه الدولة، كأنها تضع الفلسطين أمام خيارين، إما الموت وإما القبول بهذه صيغة الدولة التي هي نسخة طبق الأصل لدولة ترامب التي اخترعها في مبادرة القرن. ولذلك هذا يعني هذه حيلة، وما حيلة ماكرة وإجرامية في نفس الوقت، ماكرة بشكلها، وهي تستهدف جمع أن يكون العرب أن يقبل العرب بهذه الدولة بدون أن يكون سند، وجربنا الوعود الأمريكية والالتزامات الأمريكية في اتفاقيات أوسلو أنها لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنود الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها، لا في اتفاقيات أوسلو التي رعاها الرئيس الأمريكي في وقته كلينتون، ولا التزامات واي ريفر في عام 97. فلذلك طيب، اعتقد ان هذه حيله ماكره واجراميه في استعمال القتل والذبح من اجل قبول الفلسطينيين بهذه الصيغه التي تريدها الاداره الامريكيه. اعود لسؤالك الاول وهي عن اهميه عمليه القدس اليوم. نعم، عمليه القدس اليوم هي عمليه طبعا تاتي في سياق حاله الغليان الموجود في المنطقه، والجمهور الفلسطيني في كل الساحات يشعر بحاله من الاحباط، لان لا يمكن ان يكون هناك يعني عدم يعني استمرار المذابح واستمرار التجويع في قطاع غزه هو يثير الكل الفلسطيني في كل مكان، وكل فلسطيني في كل مكان حتى لو لم يكن منتميا الى فصيل، اي فصيل مهما كان شكله او اي فصيل عادي، اي انسان حر سيحاول ان يساعد الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المظلومين، فما بالك بأبناء شعب فلسطين الذين هم أيضا يعانون يوميا من القهر الصهيوني لأبناء شعبنا في داخل بيت لحم وباقي المدن التي يعني تعاني الاحتلال والهيمنة والغطرسة في المستوطنين وجيش المستوطنين. لذلك أعتقد أن هذه رسالة واضحة أن محاولة قمع المقاومة في غزة والقضاء عليها لن تجدي نفعا، والمقاومة متمددة في كل مكان سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، فالمقاومة مستمرة بكل الوسائل التي يعني متاحة للمقاومين. ولذلك هي رسالة الشعب الإسرائيلي الذي هو متحشد الآن، متحدث أنهم أعمال مدنيين أو غير مدنيين، الجمهور الإسرائيلي 70% يؤيد ليس قتل الفلسطينيين بل منع الطعام عنهم. يعني هم يؤيدوا قتل الفلسطينيين بالقتل بالآلاف يعني بالقصف وبمنع الطعام، الذي هي يعني هذا السلوك غريزي يعني حيواني لا علاقة له بالإنسانية ولا علاقة له بأي أسس قانونية التي تدعي أنها جيش الأخلاقي والأكثر قانونية في العالم. من هنا أستاذ خالد، بعد الصدمة التي تلقتها أمريكا خصوصا يعني وهي تساند الاحتلال والتي ظنت أن ظهر الفلسطينيين مكشوف، هل يمكن أن تضمن من هذه الممارسات أمن الاحتلال، ولا سيما بعدما حصل وذهل العالم أجمع بعد عملية 7 من تشرين الأول أكتوبر؟ عفوا لو تكرمت أعد السؤال. نعم، أقول لك يعني في ظل هذه الصدمة التي تلقتها أمريكا بعد 7 من أكتوبر تشرين الأول، هل يمكن أن تضمن
هذه الممارسات الأمريكية الداعمة للاحتلال أن تضمن استمرار الاحتلال بهذا الجبروت والغطرسة مستقبلا؟ يعني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة بشكل أو بآخر على أن تؤثر أكثر من الدعم بالمال والذخائر ومحاولة حماية الاحتلال الإسرائيلي من تبعات جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، إن كان على المستوى الدبلوماسي أو حتى على المستوى القانوني كما رأينا اليوم وأمس في محكمة العدل الدولية. ولكن ما وراء ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بالقتال بالنيابة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الجيش بكل عتاده وبكل قده وقديده نراه يهزم ولم يستطع أن يحقق أي انتصار إلا على الشيوخ والنساء والأطفال في فلسطين، بالإضافة إلى المدارس والكنائس والمساجد ومراكز الإيواء طبعا والمستشفيات. فالاحتلال غير قادر على حسم الأمر. الولايات المتحدة والاحتلال في الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى حد كبير هم منبوذون ومنعزلون عن بقية العالم. يعني رأينا حتى قبل شهرين عندما كان هناك تصويت في الأمم المتحدة في الجمعية العمومية، كان الذي وقف مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دول لم نسمع بها من قبل، مثل ماكرونيزيا وجزر المارشال. يعني يصعب عليك تذكر أسماء هذه الدول، ولكن إذا كان هؤلاء هم حلفاء الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي فواضح أنهما مأزومتان، يعني كلتيهما. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور خالد ترعاني من ديترويت الخبير بالشؤون الأمريكية. كذلك أشكر ضيفنا أيضا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر.